ارتحت، اتبطيت لما عرفت حكايه الراجل اللي انت كنت تهمني فيه. طب بذمتك ضميرك مش ناقح عليك من ناحيتي؟ لا ارتحت ولا اتبطيت يا صدفه ومش هسكت. هو ايه ده اللي مش هتسكت؟ ده انا محلفاه. محلفاني على ايه؟ الراجل ده ما ينفعش يتساب كده ولازم يتواجه. لسه ما انش الاوان. ده عن الاوان ومن زمان قوي. وانا مش فاهم انت ليه مستنيه. طارق انا قلت لك على اساس ان ده يفضل سر ما بيني وما بينك، ما تندمنيش ان انا حكيت لك. المفروض انك هتسكتي صح؟ مين قالك اني ساكته؟ وانت فاكره بقى ان طريقتك دي هتجيب نتيجه مع الراجل ده صح؟ طارق ما تقعدش تدخلني في حوارات. انا حكيت لك عشان ما بقاش مخبيه عليك حاجه، عشان ضميري يرتاح بما انك هتبقى زوجي المستقبلي ومش المفروض ان انا اخبي عنك حاجه. بس لو عرفت انك رحت له ولا اتحرشت بيه والله العظيم يا طارق انت تمحيني خالص كده من خريطه حياتك ولا كاني اعرفك. ايه ده ايه ده؟ وعليه يا ستي؟ وماله يا ستي؟ ما تزعليش نفسك. ده انا ماليش غيرك يا صدفتي. احلى صدفه. بعدين بقى في الكهرباء دي والنغزه اللي في القلب دي شيلتك يا طارق. انا مش حملك يا ابني، انا مش قدك يا ابني. انت ما صدقت ولا ايه؟ ما كنت سايبها شويه. سيبني احس الاحساس ده حلو برضك، اول مره في حياتي احسه. وماله؟ اهو. يعني سيبني اعيش لي يوميني كده، مع ان انا عارفه، انا عارفه اللي بيلف ويدور في دماغك دلوقتي. زمانك بتقول عماله تمثل عليا، يعني ما حدش مسك ايديها قبل كده. لعلمك انا متساهله معاك شويه، مع اني كنت مخطوبه قبل كده ومتجوزه دلوقتي. ايه نسيت انك في عصمه راجل ولا ايه؟ ايه راجل؟ انت متاكد من الكلمه الاخيره دي؟ اصل اللي اعرفه ان الراجل اللي على حق ما يتبلاش على حد. بص بقى، انا لا عمري جيت لك ولا طلعت لك البيت ولا خدت منك فلوس ولا حتى لمستني. انا بيني وبينك كتاب ربنا. بقول لك ايه، مالكش دعوه بقى خالص وكلمني. انا اكلمك انت بقى بصفتك ايه؟ خطيبه. خطيب وتقدم لي وانا وافقت. وجوزك اللي واقف قدامك كيس جوافه؟ لا كذب. انت جوزي بأمارة ايه؟ انا معرفكش ومش عايزاك. بس انا عايزك. طب امسك احلف، قلب المصحف ده على عينيك ان كل اللي بتقوله حصل. احلف احلف ان شاء الله يا رب ما تاوعى تشوف ابنك تاني. انا عايزك تحلف كده عشان غضب ربنا ينزل عليك. وتتسخط سحليه، الهي يا رب تنتص في نظرك، الهي يا رب يبتليك بالمرض الخبيث في قرعتك. يحلف عليه صدفه؟ ده هسأل حاجه بالنسبه له، ده راجل كذاب. كلم عمك عادل يا قليل الادب. لا لا، الصوت العالي انا صوتي يسمع لك المنطقه دي كلها، فاهم؟ يلا بينا. يلا فين؟ يلا على بيتنا. انت نسيت انك مراتي ولا ايه؟ يلا نجري قدامي. ان ايه؟ اوعى كده. نجري؟ انا مش صدفه على سن ورمح يتقال لي نجري؟ يا بنت المجانين. انت ما ينفعش معاك غير كده. اشترك في باقات واتشت الشهرية ب 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية ب 149 جنيه و99 قرش.